واش حبيت نقولك، انا ضد هذيك الماده اللي بالنسبه للمراه. لازم المراه تكون عندها نسبه 30 او 20 كما داروها في الدستور الماضي. لا، انا داير عمري ما مشيت بالفكره هذيك. انا نقول ما بين المراه والرجل لازم تكون كفاءه، ولا هذه المراه يصح لها انها تكون رئيسه حزب فلتكن رئيسه حزب، مش النسبه اللي تطلعها باش تكون رئيسه حزب. نهضروا على السياسه. اما الكفاءات في الميدان الاخرى الاجتماعيه السياسيه الاقتصاديه، الحمد لله رانا نشوفوا يعني في السنوات يعني القليله هذو اللي فاتوا واللي هم جايين واللي كانوا من قبل، المراه انتزعت. C'est vrai que c'était difficile, je m'excuse, je peux parler en langue française. C'était très difficile que la femme a pu prendre sa place dans la situation actuelle ou celle qui est. Mais on a vu des femmes combattantes qui ont pu être à la hauteur de pas mal de postes. هذاك الكفاءة تاعهم واش عطات لهم الدولة كعلم كتحدي. وسي المرأة لازم التحدي أنه تكون في المستوى تاعها توري باللي ما كاش فرق ما بيني وبين الرجل. كونتخيغ كاين جون سي با، لازم نتعاونوا، ما لازمش نكون انا نقول هو يدي 60% وانا ندي 30%.